إذا كانت الكتب لها حقوق طبع لا يجوز لأحد أن يأخذها وينشرها، لأنها فيها إيذاء لصاحب الكتاب وخسارة عليه. أنا أذكر لكم مسألة وقعت وأنا كنت يعني شاهدا فيها. بعض الناس أتوا لشخص وطلبوا منه أن يعمل لهم شريطا وقرآن كان، وكلفهم إخراج هذا الشريط مبلغا من المال. أتوا بمسجلات وأجهزة وأشخاص أخذوا مقابل لضبط الصوت وترتيبه، وكلهم كلفهم مبلغا معينا، وقالوا على أساس أننا نبيع ونعوض هذه الخسارة التي خسرناها ونربح شيئا من المال. فجاء شخص وأخذ هذا الشريط وبدأ يوزعه بدون مقابل، فهذا فيها خسارة عليه، إن لحد لن يشتري أحد، كل يريد الشريط الذي بدون مقابل. هذا وإن كانت نيته حسنة لكن فعله ليس بحسن، فحقوق الطبع لا يجوز التعدي عليها. يقرأ الكتاب لا بأس بذلك، إن كان مسموح له أن يأخذ نسخة لنفسه يأخذ نسخة لنفسه، أما أن يأخذه وينشره بين الناس هذا لا يجوز.